السلام عليكم. النهارده يا بنات هنعمل هنقفل الملايه اللي احنا قصيناها مع بعض. انا دلوقتي بعمل في الملايه، بعمل في الحرف. بسم الله الرحمن الرحيم، هشغل المكنه. اعمل في الحرف اهو، الحرف اللي من غير بورسل ده. الحرف اللي من غير بورسل ده ساعات بتلاقي فيه فتل، وانتي ماشيه كده بتبقى مجهزه المقص معاكي، اي فتل بتروحي قصاها. الحرف اهو، بتقص عادي، بتتني تانيه صغيره كده وتظبطي، تعملي بايدك كده تانية صغيرة وبعدين تانية صغيرة فوقيها. بصي الفتل دي بتروحي قصها بالمقص كده اهي. وبعدين هنخلص الملاية. البورسل طبعا ناحية البورسل ما بيبقاش فيها حاجة، بس هي الحتة دي بس اللي بتضايق شوية. خلص الملايه وارجع لكم تاني. خلاص فاضل في الملايه حرف الاخراني ده وخلاص هو خلصها. بصي البورسل بقى عادي برضو بتخيطي عادي. بصي اللي هما المبتدئات برضو تيجي كده تعملي حرف وتعملي عليه حرف تاني كده. بصي عليه حرف تاني كده، بتحطي كده تعملي الاول فرناطوره كذا مره، وبعدين تبتدي تعدلي ايدك كده وتمشي عادي. خلاص انا خلصت الملايه كده اهي. خلصت كده الملاية، خلصت زي ما انتم شايفين.